وصفات عشاء. وصفه اليوم عباره عن مخبرات معمرين بالبصله والبطاطا. راح تحتاجوا في مقادير. غنبداو اول حاجه بالحشوه لان خاصنا نخليوها تبرد على خاطرها عاد نخدموا العجين. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجوا بصله كبيره مقطعه. انا خديت هذه البصله خضاريه دابا موجوده تبارك الله في السوق، خديتها قطعتها رقيقه، خديتها تقريبا جاتني زلافه عامره. عندنا 600 غرام ديال البطاطا، بطاطا مسلوقه غير في الماء مسلوقه بقشرتها بطبيعه الحال، وقشرناها وقطعناها مكعبات صغار بهذا الشكل. عندنا 3 المعالق كبار ديال الزيت نباتيه، واحد القبطه صغيره ديال القزبر ومعدنوس مقطعين رقاق. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال سكينجبير طري مقطع مكعبات صغيره، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من السودانيه او الفلفل الاحمر الحار مطحون، نص معلقه صغيره من الابزار. بالنسبه لهاد جوج التوابل، هذا هو هاد التوابل، هذا خليط بهارات شيل المكسيكي، وهذا هو هذا خليط التوابل والنكهات كولومبو. خليتهم من المرجان بجوج، فيهم مجموعه من التوابل. دابا غندوزو لمراحل تحضير هاد الوصفه. كناخذو مقله كنديرو على عافيه متوسطه حتى كتسخن مزيان، كناخذو ديك الزيت كنديروها في المقله، وكنديرو سكينجبير طري هنا باش كيطلق النكهه ديالو في الزيت. الا ما كانش متوفر عندكم هذا الطري، ممكن تستخدموا معلقه صغيره من الطحون العادي اللي عندنا في الكوزينه. صافي، هنا من ما تشحوا شي شويه وكتشموا الريحه ديال السكينجبير عاطيه، كنزيدوا البصله. هنا الا ما لقيتوش الخضاريه ممكن ديروا العاديه، تقطعوها مكعبات صغار حتى هي خدامه، غادي ديروا وحده متوسطه. ملي كتشحر البصله هنا كنزيدوا واحد الفلفله خضراء حاره، انا كنت نسيتها ما قدمتهاش في المقادير، وانما راه كتكون هي في هذه الوصفه هذه ضروري تكون فلفله حاره خضراء مقطعه رقيقه كنزيدوها مع البصله حتى هي كتشحر، كتقطعوها بزريعتها بكلشي حتى هاد الوصفه هذه كتجي حاره. بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش الحار يحيدوه ويديروا فلفله حلوه، انما كتجي فيها ديك الخضوريه كتجي هائله. هنا غنديروا نحركوها شويه صافي تزيد هي كطيب. يعني ما كتشحال هنا كنزيدو الملحة، اوبس كنزيدو الملحة هنايا معلقة صغيرة ديال الملحة حيت البصلة حيت عفوا ماشي بصلة، البطاطا ما سلقتهاش في الملحة واخا بلا قشرة، درتها غير في الماء مسلوق سلقتها مزيان وقشرتها. هنايا مع الملحة غنخليو التوابل ماشي دابا حتى غنضيفو البصلة البطاطا عثماني مع البصلة، غنضيفو طاطا عطيني ها نضيفو البطاطا، وغنحركها. بالنسبة لهادو اللي كتشوفوهم كبار حيدوهم، ضغطو عليهم باش يتفرقو، كتشحر مزيان. بعد ما كتشحر البطاطا حتى هي مع البصلة غادي نضيفو ليها التوابل كلهم دقة واحدة ونحركهم.
صافي هنا كنطفيو عليه وكنضيفو القزبر ومعدنوس مقطع صغير كنخليوه اخر حاجه باش كتبقى النكهه ديالو وكنخليو الحشوه تبرد وندوزو دابا باش نحضروا العجين. بالنسبه للعجين غادي نحتاجو كيلو ديال الطحين طحين عادي ديال الحلوه معلقه صغيره من الملحه والماء بارد كافي لعجن العجين. كناخذو الطحين كنديرو معاه الملحه وكنخلطوه كنديرو حفيره فيها فاش غنبداو نكبو الماء ونبداو بسم الله كنكبوه شويه بشويه وكنضيفو الماء كنبقاو نضيفوه حتى كنحصلو على عجين يكون قاصح بحال العجينه ديال الرزيزه. بعد ما كنجمعوا العجين بحال كندلكوها واحد 5 ديال الدقائق وكنخليوها ترتاح 10 ديال الدقائق عاد كنبداو فيها الخدمه. كنطلقوها على هاد الشكل هذا وكنقسموها لكويرات غادي نقسمو لكويرات صغار. كناخذوا شويه ديال الطحين كنديروه في الطبله وكنديروا الكره وكنطلقوها تنسرحوها حاول تسرحوها رقيقه خذوا سرحوا من الاحسن الكرات كاملين عاد بداو الخدمه. كنا غادي نوريكم كيفاش غادي نديروا ليها. كناخذوا الكره وكنديروا فيها واحد المعلقه كبيره عامره بالحشوه طبيعتها خاصها تكون بارده وكنسدوها نسدو العجين بهذا الشكل هذا وكنديروها تحت الفيلم اليمونتير باش كترتاح وكنخدمو الكره الثانيه بنفس الطريقه. ندوزو شويه ديال الطحين الطحين باش كيعاوننا ما يسقيناش في المدلك وكنطلقوها وكنديرو معلقه كبيره من الحشوه هنا كنديرو قد الحشوه قد العجين كنسدو العجين سدوها مزيان باش متخرجش لينا كنديرو هكا وكنحطوها تحت الفيلم اليمونتير. بعد ما كنساليو كلشي كناخدو اول كره اللي خدمنا بها كناخدو كنديرو لها شويه ديال الطحين هي شويه وكنبداو نطلقوها غير بشويه خاصها تكون رقيقه كما كتشوفو كنسرحو غير بالخاطر حتى كتسرح خاصها تكون عجين رقيق. واخا تبان لكم هكا البطاطا في الوجه ديالها هذاك هو الديكور ديال هذا الخبز هذا حيدو هذه خرجات وكنطلقوها طبيعه الحال كنكونوا مسخنين المقله ثقيله من قبل باش كنطيبوا فيها حتى دوي يطيبوا في المقله صافي. من بعد ما طلقناها خاصها تكون رقيقه كما شفتوا راه رقيقه بزاف ودابا غندوزو باش نطيبوها. كنديروها في المقله حتى تكون سخونه كنحسبو لها واحد جوج دقائق عاد كنقلبوها على وجهها وصافي كنبقاو نقلبوها حتى كطيب. ملي كيتحمر لينا بحال هكا الوجه كناخدو شويه ديال زيت الزيتون هذه اضافه من عندي كنديرو ليها كندهنوها كندهنو ليه الوجه غير شويه كتعطي هذيك النكهه ديال الزيت ديال الزيتون الاسود فيها وكنديرو ليها
هكا وكنقلبو على جهه اخرى وكنت هي تنقول لي بحال هكا امسحها وهذه الزيت هي كتخليه ما يقصحش واخا تبات لكم هاد الخبزه دايبات ما كيطرى ليه والو خبز بالبصله والطماطم بعد ما كيوجدوا فما كيجيو بهذا الشكل هذا كنقدموهم وهما سخان بطبيعة الحال كنتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم ولا تديروا تصوب جديد تابوناو كلاش نشوفكم في حلقات اخرى مواصفات جديده الى اللقاء.